اللهم صل على محمد. هذه عملية تغطية اللي هو شجر أو الفلفل الحار عندك هنا مثلا. برم هذا الشاش هذا سمى بالجريل. طبعا استفاد منه عدة حاجة. أولا اللي هو عملية ظل، الآن الشمس عندنا حارة بشكل كبير، يعمل عملية ظل نوع ما يقلل نسبة الحرارة. ثانيا يسوي عملية ترطيب داخل الشجر. ثالثا اللي هو طبعا يبعد الإصابات بالفيروس والأمراض الأخرى، يعني مثل عناكب الدود. ثالثا يقلل من الطيور، وما طيور وحاجات اللي تاكل الشجرة وحاجة هذه كلها، أو الفيران أو حاجات أو شيء. مع العلم إن شاء الله هنا الأراضي حقنا نظيفة، لكن هذا من ضمن يعني الحاجات. البعض اللي يستخدم البذور مباشرة ممتاز جدا له.